دكتور علم العلوم هذا دكتور علم العلوم هذا دكتور علم العلوم هذا قناة دكتور علم. أهلا بكم. أنا دكتور واحد لما أطلع في خلال سنة بكم المخالفات الأخلاقية القيمية من الأصدقاء فلي حق أن أحزن ولنعمل بالشيء. لو هي مضاعفات فأنا ألتمس بالعذر، ومدام مفيش تقصير أو إهمال الشافي هو الله ونحن أسباب والكل يعلم ذلك. لكن لما يصل الموضوع إلى الناحية القيمية وبإذن الصدر واجب علي أن أتكلم حتى لو مش هوصل لحاجة. لما كنت رئيس قسم أول شيء عملته اطلعت على ملفات الزملاء الأطباء، لما الاقي اسم ينتهي عندي ثلاث أسماء، حاجة شكري يعني هما ثلاث أسماء، سألته قال لي يا دكتور هي بتقطيع، وطلع لي بطاقة. الموضوع بقى كبر في دماغي. حد كان له مصلحة في المستشفى من سجل المدني، فقلت له فضل بس اكشف لي عن الرقم ده. رد عليا بعديها بساعتين قال لي هو ده اللي موجود على السيستم والاسم اخد ده مفيش حاجه تانيه. عرفت ان هو اساسا جاي لاجئ في العصر السابق وغير معروف اجداده ان كانوا هم عسكري في الجيش، خدوا جنسيه في وقت معين كانوا بياخدوا جنسيه عندنا. ما علينا من كل هذا، ده لما يطلع دكتور ولا استاذ في اي كليه تتوقع منه. هو اساسا الله اعلم اتربى هنا في بيت مين واخد قيم مين، بالاضافه لانه عايز يعوض نقطه النقص اللي عنده، فهيعمل كل ما بدله ما تمكن، يعني ممكن ما يتمكنش. هنا بتكلم على التحديات ومعرفه اصل كل واحد واصول معروفه. في مصر هنا مفيش حاجه تانيه خالص، وان طلع لعيب من اهل العيب بيبقى شعيب، لكن ده ما تديهوش بقى منصب حساس بقى ممكن تطعمه كل حاجه. ده ما ينفعش يبقى دكتور، مفيش انتماء. كاره البشريه اساسا جاي معوقر ولا لاجئ، اللي قبله ما علمهوش ان الناس الثانيه اتعلموه في العيشه القرويه الجميله بصفائها ونقائها سابقا. الوضع اتغير دلوقتي.